بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. الكوميديا السوداء عنوان يلخص أحداث الأسبوع الأخير. فبينما الوسط الفني ينتفض للتطهير، الوسط الرياضي يرقص. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة. هو الحقيقة في الحلقة 526 معاكم النهاردة، الوسط الرياضي مش بس يرقص، ده إذا كان الوسط الفني ينشد التطهير فالوسط الرياضي يعاني من التبوير، التبوير الحقيقي، لأنه ما حدث في هامش القمة 120، القمة اللي اتلعبت في الأتوبيس، هيذكر تاريخ مصر الكروي، هيذكر تاريخ الرياضة المصرية، إنه ديربي الأهلي والزمالك أحد أهم الدربيات على مستوى العالم، واللي له تصنيف كبير جدا بين لقاءات الكلاسيكو المختلفة القوية في كرة القدم. القمة 120 منه ظلت مرتبطة أو مربوطة الكورة فيها في الأتوبيس، بدل ما نتابع مباراة بكل ما فيها من فنون الكورة، القمة 119 مش القمة 120 تابعنا حركة الأتوبيس إلى أن وصل إلى نقطة العودة، فكانت صافرة الحكم بإنهاء هذه المباراة لتتحول مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في استاد القاهرة إلى تدريب جاد للأهلي على ملعب استاد القاهرة استعدادا لصن داونز الجنوب أفريقي. أولا فيما يتعلق بهذه المباراة، يعني الحقيقة حققت مكاسب ضخمة جدا وأصغرت فوارق كبيرة جدا. أظهرت من هو النادي الحريص على استقرار الكرة المصرية ومظهرها الحضاري. أظهرت مدى التزام النادي الأهلي رغم خلافه الشديد بالجهات الشرعية، وهي اتحاد الكرة وتعليماتها وتوقيتاتها وما يدور فيه. أظهرت أيضا كيف يمكن أن ينشغل الآخرون بسيناريوهات لا علاقة لها بكرة القدم أو الرياضة، لمجرد إفساد مشهد أو أنه ينجو من فخ معين أو من مواجهة معينة يخشاها. فإحنا هنا الفترة النص ساعة أو الساعة الماضية والله ساعة تاريخية في حياة الكرة المصرية، لأنه تأكد للجميع بما لا يدع مجال للشك هو مين اللي عايزها تعمر ومين اللي عايزها الله أعلم.